كذلك هو السيد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. السيد رئيس الحكومة، مرحبا بكم مساء الخير. مجددا. مساء الخير. ربما سي بن كيران نبدأ بالموضوع الذي استأثر باهتمام الرأي العام خلال الأيام الأخيرة. يوم السبت الماضي فاقوا المغاربة وتفاجؤوا بزيادة في أسعار المحروقات. ربما السؤال الأول، ما المبرر لهذه الزيادة في هذه الظرفية بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اولا سمحوا لي نشكر القناتين والقناه ديال العيون اللي استجبوا للطلب تقدمت به باش نشرح للمواطنين. اساسا هذا هو الموضوع الاساسي. انا عارف باللي القناتين كنا كنحاولوا باش نلقاو شي فتره من بعد 100 يوم باش نتكلموا على بعض الامور اللي وقعت في هذه المده هذه، وهذا لا باس به، ولكن بالاساس اليوم بغيت نشرح للمغاربه علاش الحكومة زادت في البنزين يعني في ليسونس 2 دراهم، وزادت في الغازوال يعني في المازوت درهم، وزادت في الفيول الصناعي بحيث الدعم ديالو ولا 2000 درهم، ما بقاش حوالي 3800 درهم، واللي هي دابا حوالي 3000 درهم بأسباب تقنية مرتبطة بالأسعار الخارجية. هاد القضية هادي كتلزمني باش نعطي واحد الفكرة على الصندوق اللي كناخذوا منه هاد الدعم باش تندعموا هاد المواد، واللي هو صندوق المقاصه. صندوق المقاصه هو واحد الصندوق رصده الدوله باش تعيد التوازن للمجتمع في صالح الفئات المستضعفه. تنساهموا به في المساعده ديال الناس في الدقيق على مستوى 2 مليار ديال الدرهم، تنساهموا فيه في المساعده ديال الناس في الثمن ديال السكر على مستوى 4 مليار ديال الدرهم، تنساهموا فيه على مستوى البوطاغاز الغاز بيوتان حوالي 12 مليار ديال الدرهم. هذه القضايا كلهم غادي نرجع لهم، وطبيعة الحال كنساهموا به كذلك في التمويل ديال 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 المحروقات، بمعنى الليسونس والمازوت والغاز والغاز والفيول الصناعي والفيول الخاص بالكهرباء. هاد المواد كلهم ما قصناهمش ما عدا 3 ديال المواد. اولا وقبل كل شيء يعني خصنا نبقاو دائما متذكرين بلي هذا الصندوق توضع باش يساند الفقراء والمحتاجين، هذا هو الاساس ديالو. وهذه القضيه جوهريه، علاش؟ لانه كل شيء كان كيطالب بالاصلاح ديال هذا الصندوق، لانه هذه المده الاخيره راه كان واحد الوقت هذا الصندوق ما كيفوتش شيء ربما مليار فاصله 5 ديال الدرهم. اليوم هذا العام كملناه ب 51 مليار ديال الدرهم. فالناس كيطالبوا بالاصلاح ديالو من اجل عده اسباب، من اجل انه ما توصل شيء للناس اللي دار لهم بالدرجه الاولى، من اجل انه ما كنكونوش دائما متاكدين باللي الوسطاء اللي بيننا وبين المستفيدين كيديو داك الشيء، يعني كيوصلهم داك الشيء بطريقه عاديه الى اخره. فكل شيء كان كيطالب بالاصلاح ديالو منذ مده طويله باش يتصلح. حتى واحد ما قدر يقيس الا الاصلاح. انا لما المغاربة صوتوا على الحزب ديالي درت في البال ديالي أن الدور ديالي هو نجي نحاول نعمل الإصلاحات الضرورية ولو تكون مكلفة من الناحية الشعبية، لأن الدور ديال رئيس حكومة ماشي هو يبقاو الناس يقولوا مزيان ويبقى طالع في لي سونداج دائما وباش يعاود يرجع مرة أخرى وما يكون دار لينا والو. رئيس حكومة بحال هذا ما عندنا ما نديرو به، وأنا ما عندي ما ندير برئاسة الحكومة اللي غدوز بحال هكذا. انا جيت باش نعمل الاصلاحات اللي هي ضروريه، فهاد الاصلاحات هذه ملي جينا طبعا من قبل كنا كنفكروا فيها، وملي جينا وحنا كنفكروا فيها ومبنيه على امور، انه هاد صندوق المقاصه اللي خصنا له هاد العام 32 مليار درهم ونص، خصنا جوج ديال الحوايج. الاولى خصنا نتحكموا فيه. ما معنى نتحكموا فيه؟ معنى الا جينا نديروا الميزانيه وقررنا باش نديروا له 32 مليار درهم ونص في الاخر ديال العام، ما نكونوش وصلنا بحال اللي وصلنا هذا العام ل 51 مليار درهم، لانه منين غتجيب هذاك الفرق؟ الا غادي تجيبه غتجيبه على حسب حاجه اخرى وحنا غادي نتكلموا عليها. والمساله الثانيه هو ان صندوق المقاصه يمشي لمالي الناس اللي اكثر حاجه، هذا هو باش كيعاود يرد 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 واحد النوع ديال التوازن في المجتمع. وهذه القضيه هذه ما وقعش الان. انا نعطيك غير على سبيل المثال، بالنسبه للمحروقات الفئات الضعيفه تستفيد 6 مرات اقل من الفئات الميسوره بالنسبه للمحروقات، هذا ليسونس والبنزين. اذا كاين اختلال في هذه القضيه هذه. فحنايا هاد 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 الاصلاح ديال الصندوق ديال المقاصه غادي في هذا الاتجاه، وغنعملوه ان شاء الله الرحمن الرحيم،
وغادي نحاولوا نعملوه بهذه الطريقه ان هاد الفلوس ديال المقاصه يكونوا مضبوطين ونصيفطوهم للناس مباشره. ما بغيتش بكل صدق ما بغيتش نعود نقول المغاربه غادي نقص لكم في هذه ولا في هذه، لا بغيت نصيفط الفلوس الى بغى الله سبحانه وتعالى وجاب التوفيق لهذه الحكومه، بغيت نصيفط الفلوس مباشره للفئات المستضعفه. ولهذا خصني باش نعمل هذه القضيه هذه جوج د الحوايج، تيخصني الاحصائيات غادي يكونوا عندي ولكن تيخصني المغاربه يتوفروا على لاكارت ناسيونال، اللي ما عندوش خصو يعملها، اللي عندهم الفقر والهشاشه ويتوفروا على حساب بنكي او حساب بريدي باش وهذه تجربه كاينه في واحد العدد ديال الدول، كاينه في اندونيسيا، كاينه في البرازيل، كاينه في دول اخرى. في اي وقت التقدير ديالنا انه هذا الشيء هذا خصنا نعملوه تدريجيا. انا نقول لك الاك من هنايا الى من هنايا نكملوا الولايه ديالنا نكونوا كملنا هذا الورش مزيان، ولكن التقدير ديالي اننا غنعملوه قبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ارنا دابا علاش بالضبط اللي المغاربه تفاجئوا، حنايا خصنا هذا العام 32 مليار درهم ونص المقصه، على اساس انه منطقيا وطبيعيا غادي نكونوا كنستهلكوا واحد 3 المليار ديال الدرهم ونص، واحد 3 ديال المليار ديال الدرهم في الشهر باش نخلصوا هذا الفرق اللي عندنا في بوطاغاز. البوطاغاز راه كطيح ب 140 درهم والدوله كتخلص 100 درهم، كل بوطاغاز كتخلص 100 درهم. المازوت كيطيح مثلا ب 14 درهم تنخلصوا حنا حوالي 4 ديال الدراهم، 4 درهم وكذا و60. والمواطن تيخلص ذاك الفرق، هو تيخلص 7 ديال الدراهم و20، حنا كنخلصوا 4 ديال الدراهم وكذا. فلما لما بقينا غاديين في الشهور الاولى مع السعر ديال البترول طلع، وحنا كنا عوالين عليه ب 100 دولار وصل في المعدل ل 117 دولار، فلقينا راسنا في عوض من 3 المليار ديال الدرهم كنستهلكوا في صندوق المقاصه 6 المليار ديال الدرهم. اذا 80% ديال داك الشيء اللي مخصصينه لهذا الشيء هذا استهلكناه في هذا الوقت اللي داز حتى لشهر 5، وغادي يتسالى لنا داك 32 مليار درهم ونص كلها في 15 يوليوز ملي غاتسالى لنا شنو غادي نديروا باش نكملوا. خصنا 26 مليار ديال الدرهم، 2600 مليار سنتيم. هاد 26 مليار ديال الدرهم خصنا نجيبوها. هذا هو الحكومه شنو هو الدور ديالها؟ راه بحال رب الاسره، عنده مثلا في المداخيل ديالو الا كان كيشدها بالعام، لان حنا كنشدوا المداخيل ديالنا كنحسبوها بالسنه، في المداخيل ديالو واحد القدر كيشوف راسه باش يستمر في النفقات ديالو خاصو 26 الف درهم. من هنا منين غادي يجيب هاد 26 الف درهم؟ اذا صندوق المقصة عرف واحد النزيف ما كانش ممكن يستمروا فيه. لا لم يكن من الممكن، ولكن خصني نشرح هذا الشيء للمغاربه يفهموه، انه هاد 26 مليار ديال الدرهم، لان احنا الميزانيه ديالنا ما فيهاش 26 مليار ديال الدرهم، الميزانيه ديالنا فيها 300 مليار ديال الدرهم. كل حاجه علاش كتمشي؟ كاين الاجور، كاين الاستثمار، كاين واحد العدد ديال الوجوه ديال الانفاق، وكاين صندوق المقصة. فاما غادي نقصوا من الاستثمار، بمعنى اخر غنقصوا من المدارس، من المستشفيات، من الطرقات، وهذا غادي يدير واحد الازمه لا تتصور وليس من الممكن. واما غادي نمشيو نحيدوا داك الشيء اللي اتفقنا في الحوار الاجتماعي مع النقابه عليه، 13 مليار ديال الدرهم، 600 درهم اللي زدنا العام اللي فات اللي زادتها الحكومه اللي سبقتنا كتكلف 8 مليار ديال الدرهم في العام. إذا خصنا 13 مليار ديال الدرهم نحيدوها وعاد نقلبوا على الشيء الآخر. فقلنا ما عندناش اختيار، غادي نزيدوا. ملي جينا نقولوا غادي نزيدوا باش نتحكموا في التوازن ديالنا الداخلي، غنزيدوا. قلنا غنزيدوا واحد الشوية. فاش؟ في ليسونس. ليسونس صحيح الناس اللي عندهم السيارات ديال ليسونس غادي تجيهم جوج ديال الدراهم، يعني مفاجئة، ولكن في الغالب الناس اللي كيستهلكوا هذه المادة هذه الحمد لله ميسر عليهم الله سبحانه وتعالى. وثانيا ما كاينش منطق، خاصنا نتفهموا هذه القضية هذه. دابا باقي بلاتي، دابا باقي تنعطيوهم، دابا كل واحد مشى يجي من الرباط للدار البيضاء وغيستهلك 10 يترو ديال ليسونس وغيرجع يستهلك 10 يترو ديال ليسونس، تنعطيوه 30 درهم، 15 درهم من 10 باش يجي و15 درهم. هذا من الناحيه المنطقيه ما داخلش في الفئه المستهدفه، ولكن ما بغيناش غير في هذه النقطه نيت القضيه ديال انه هذه الفئات، يعني ما يمكنلكش تسولني حتى نكمل الجواب. علاش؟ لان هذا مهم بالنسبه للناس يعرفوه. لا غير في هذا، علاش جبتهم في المازوت؟ علاش جبتهم في ليسونس؟ تفضل في هذه الفكره اللي تفضلتي بها.
لانه الفئه يعني التي ستتضرر من هذه الزياده راه ماشي هي الفئه المعوزه، وهذا كان يعني لا سوى انتم انا واحد القضيه مجموعه الوزراء في الحكومه يعني لا دابا غير واحد القضيه لا لا دابا كتهضر مع رئيس الحكومه. حنا الحكومه ديالنا ما كنبغيوش نلزموا الناس شنو غادي يقولوا، رئيس الحكومه تيقول كلام كي يعني ملزم للحكومه تكون واضح. فانا بالنسبه لي هاد الناس اللي عندهم ليسونس ما تنعتقدش انهم، بالعكس راه دابا الدوله الحمد لله كتساهم معاهم. الناس اللي عندهم المازوت حتى هما عندهم سياره خاصه، فشحال زدنا عليهم؟ زدنا عليهم درهم. المشكل ديالنا فينا هو ماشي على المواطن العادي اللي عنده الطوموبيل ديالو واللي تيختار يركب فيها واللي شراها بواحد الثمن تيخلص عليها لاسيرونس تيخلص عليها ومن الطبيعي يخلص عليها، والطبيعي هو تكون الحريه ديال الاسعار، حيت دابا باقي هذاك تنعطيوه 73 ريال في كل لترو. يعني الا كان جاي من الدار البيضاء للرباط راه كان وكان كيخسر 10 لترو ديال المازوت راه كنعطيوه 730 ريال، وملي كيرجع كنعطيوه 730 ريال هي كنساهموا معاه في ذاك السفر ب 70 درهم، واخا يكون ذاك السفر يعني ضروري ولا للترفيه على النفس ديالو ولا اي شيء. اذا بقيت الدوله تتساهم في هاد جوج ديال المواد. الفيول الصناعي بلا ما نهضروا عليه دابا والشيء الاخر ما قصناهش. علاش هاد القضيه تنقولها؟ حيت عندنا فيها المشكل ديال النقل العمومي، وعندنا فيها المشكل ديال نقل البضائع خضار الفواكه. وطيب اسمح لي، هاد الشيء هذا الاثار ديالو على المواطنين انا غنقول لك 1000 كيلومتر الى قبضتي المطيشه وزيتيها من اكادير وطلعتيها لتطوان ورجعتي خاوي، الكلفه للكيلو هي 6 ديال السنتيم. على الزياده هاد الدرهم في المازوت، هاد الدرهم في المازوت هي 6 سنتيم، نقولوا 10 سنتيم. ولكن دابا اللي غنحتاجوها ولا غير باش نتفاهموا باش نتفاهموا، الا كنتي كتهز طاكسي من الرباط وتمشي لسلا، الكلفه ديالك باش تمشي لسلا فهمتيني ولا كاين 10 كيلومتر، نفترضوا غدير بها يطرو ديال المازوت ولا يطرو نص، هي كتجيك بين 4 دريال و6 دريال، بين 4 دريال و6 دريال. اللي تيوقع شنو هو؟ هو انه بزاف ديال الناس ناس معقولين، ولكن كاين بعض الناس كيسمعوا كاينه الزياده وكتكون الفرصه ديالهم باش يزيدوا في البضائع ديالهم بواحد الطريقه اللي ماشي معقوله، كيخص يكون فيها اولا بعدا قبل كل شيء الدوله ملتزمه باش تعمل المراقبه اللازمه، هذا ما فيه شك. وكذلك حتى الناس غادي يرجعوا، كاين واحد الايام الاولى غادي يوقع شويه ديال سميتو. ولا بغيتوني نعطيكم فكره، نعطيكم فكره على الـ على الـ على المواد الخضر حسب الاحصائيات الرسميه ديالنا، فهمتيني ولا لا؟ زياده اما منعدمه او ضعيفه جدا، يعني ما كاينش زيادات. واما الاثمنه ديالنا، فالاثمنه ديالنا بالنسبه، سمحوا لي هادو جوج ديال المسائل المهمين غنقولهم لكم في جوج ديال الثواني. المساله الاولى كونسيرنون الخضار والفواكه وداك الشيء، غنعطيكم مثال. مثلا الا مشينا لجهات دكا لعبده، لي بانان كانوا كيتباعوا ب 7 دراهم، باغيين كيتباعوا ب 7 دراهم. يعني هذا البطاطا كانت كتباع بدرهم و50 ولات كتباع بدرهم و30. التفاح كان كيتباع ب 8 دراهم، باقي كيتباع ب 8 دراهم. ما كاينش تقريبا دابا طلع على 10 ديال الدراهم، فهمتيني ولا لا؟ ما كاينش فرق كبير. بالنسبه للمدن الاخرى، الجهات الاخرى، راه عندي هنايا مسائل رسميه ديال الجهات كلها، هي تحولات محدوده جدا. لي بانان تزاد فيهم درهم، سمحوا لي غلطت، لو 6 لو 5 الفالي 7 درهم، لو 6 ولا الثمن ديالهم 8 ديال الدراهم. باقيين حنايا يا بلا نكمل لا الناس ياخذوا فكره، لا غير ديك الجهه ديال دكا لعبده هذيك راه تنتج منتوجاتها، راه ما كاينش تما كلفه النقل بزاف. من الجهه اللي بغيتي قول لي مثلا البنان اللي كيتنتج بسوس ملاتي، غنمشيو للرباط. الرباط نعم اسيدي، لي بانان كانوا ب 10 دراهم ولاو ب 8 دراهم. هذا راه ماشي الاحصائيات ديالي، هذه راه ديال الجهات المختصه، فهمتيني ولا لا؟ البصله كانت بجوج ديال الدراهم و30، باقيه بجوج ديال الدراهم و30. الليمون كان ب 3 دراهم و50، باقي ب 3 دراهم و50. يعني باختصار بلاتي يا استاذ، بلاتي وبلاتي بلاتي الزياده ما كانوش عندها زعما كاسات كبيره على لا دابا انت مشيتي للرباط، حنا نعطيوك الرباط. لا قول لي جبت البطاطا البطاطا كانت بجوج دراهم ولا بجوج دراهم و20. التفاح ديال البلاد كان ب 8 دراهم ونص ولا ب 9.
التفاح المستورد كان ب 18 درهم باقي ب 18 درهم. مطيشه كانت ب 50 ريال ولات ب 52 ريال. سيدي الا كتعتبر باللي هذه زيادات موجبه للثوره قولها. لا لا ماشي هذا ماشي رايي. طيب انا ماشي رايي. نقول لا لا نقول لك نقول لك ماشي رايي انا. ارنا دابا بلاتي ليسونس ليسونس والمازوت الثمن ديالو بالنسبه لليسونس المغرب سابق يعني نقل منه في الثمن الاردن 1.12 دولار حنا ب 1.36 من بعد منه هذه اللائحه هذه كلها هي كيتباع في اليونان اللي عندها ازمه بجوج ديال الدولار و15 كيتباع في بريطانيا بجوج ديال الدولار فاصله 97 غتقول لي واش الامكانيات ديالنا بحال ديالهم لا ولكن لا المشرى ديالنا بحال ديالهم اخويا ولكن ماشي نفس الدخل الفردي غير اسمع مزيان اش نقول لك نفس الدخل ماشي نفس المشرى ديالنا بحال المشرى ديالهم المستهلك ماشي نفس المستهلك واخا واخا وجيبوتي اش تقول عليها شكون اللي عليها حنا ولا هي 1.67 دولار حنا 1.36 دولار هنغاريا شكون اللي عليها حنا ولا هي 1.78 دولار فهمتيني ولا لا نفس الشيء علاش علاش موريتانيا مازال اغلى منا 1.36 دولار حنا هما 1.40 دولار هذا ليسونس المازوت المازوت حنا الثالثين في هذه اللائحه سبقنا اذربيجان مؤكد سبقنا اذربيجان والاردن اصبر يلا شي شويه غنرجعوا فايتنا باكستان 0.97 وما نهضروش على ايطاليا جوج ديال الدولار فاصله الورش الكبير اللي هو ديال اصلاح صندوق المقاصه لان كيف ما كان الحال هذه الزياده يعني كتبقى غير حل جزئي في انتظار الورش الكبير بلاتي دابا غنقول لك هذه الزياده شنو حكايتها هذه الزياده ما غتوفر لناش بزاف من هنايا لنهايه السنه غتوفر لنا حوالي 5 المليار ديال الدولار بمعنى ديال الدرهم يعني باقي خاصنا 21 من لطف الله انه بدات ينقص شي شويه البترول غادي نوفر واحد الخمسه ديال المليار ديال الدرهم بداك الشيء الاخر غتبقى خاصنا 16 قررنا في النفقات ديالنا والسلع اللي كنشريو بالنسبه للاداره فهمتي ولا باش نحاولوا نهبطوا ب 5 المليار ديال الدرهم غتبقى خاصنا 11 من الضريبه وفرنا بعدا واحد المليار ديال الدرهم تقريبا 900 مليون درهم استرجعناها من داكشي اللي كنتسالوا الناس 30 مليار درهم 30 مليار درهم دابا استرجعنا واحد ولكن ما يمكنناش نسترجعوا 30 مليار درهم كلها في عام واحد كان دايرين الحساب غنسترجعوا ثلاثه وبالمناسبه واحد الاجراء قانوني كتعملوا الاداره كتمشي للابناك الاقتطاع المباشر كتاخذ كتقطع المباشر رحنا اتخذنا قرار باش داكشي نوقفوا اللي جعل الناس كلهم شدوا فلوسهم من الابناك دابا واحد القضيه ما فيهمش السيوله هذاك واحد الاجراء كاين في القانون عملته الاداره في اطار القانون قررنا باش نوقفوه فهمتيني ولا ونمشيو لاتجاه اخر وين حتى المواطنين خصهم يتساعدوا معنا وراه الاخوان ديال الماليه عندهم توجيهات من رئيس الحكومه باش يقلبوا على حلول تسهيليه مع الناس كيفاش يديروا اولا قبل كل شيء باش ينقصوا لهم خصوصا من لي ماجوراسيون وكيفاش يديروا باش يتفاهموا معاهم باش يخلصوا امكانيات الاداء بشكل حبي برافو عليك هذه السيد رئيس الحكومه كتحل واحد النقطه ما خليتينيش تفضل الزميله السيد رئيس الحكومه دابا مؤكد هو انه قرار هو قرار مر ولكن بطعم المصلحه العامه هذه مساله فهمناها جميع غير سيدي لا شكرا لفاطمه هو قرار مر ولكن هذا القرار المر جاء في يعني مناخ عالمي ديال الازمه جاء واليونان يعني في ازمه يعني لا يعرفون كيف يخرجون منها لا هم ولا اوروبا وهم دوله في الاتحاد الاوروبي يعني داخله معاهم مسدده معاهم وكذا الى اخره جاء ونحن بجوار اسبانيا التي هي دولة صديقة ولكنها عندها مشاكل واضطرت أنها تنقص من الأجور وربما تنقص من الموظفين إلى آخره فإحنا ملي كنتخذوا هذا الإجراء اليوم علاش ماشي غير حيت مر السلام لا لأنه المستقبل مهدد علاش إلا ما اتخذنا حتى شي إجراء من هذه الإجراءات اليوم العجز ديالنا بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلا بقينا بحال هكذا غيوصل ل 7.5% إلا وصل العجز ديالنا ل 7.5% معنى ذلك ان
الترقيم ديالنا الدولي والترتيب والمكانه ديالنا الاقتصاديه غادي يبداو الناس يشوفوا باللي حنا واحد الدوله يعني اغيسك من الناحيه الاقتصاديه. اذا اش غيوقع لينا ملي نبغيو نقترضوا؟ ما غنلقاوش اللي يقرب لينا الا بصعوبه وبشروط صعبه وغادي شروط اغلى، وغنبداو ننافسوا الاقتصاد الوطني في البحث على القروض يعني الداخليه، وغادي يجيو يتدخلوا فينا ديك الساعه. راه هذا الشيء بحال العائله، الا كان رب العائله قادر ينظم الحياه الاقتصاديه ديال العائله ديالو هو هذاك، ما قدرش كتدخل فيه المحكمه. انتم عارفين هذا الشيء، ما تيبقاش عنده الاستقلاليه الاقتصاديه، وتيجيو الفاعلين الماليين بالخصوص وتيشرطوا عليك ديك الساعات الا بغيتي يعطيوك الفلوس باش تعمل واحد الاجراءات قاسيه. ما بغيتش نذكر المغاربه في الوقت اللي انا رئيس الحكومه بالتقويم الهيكلي ديال 83. اذا اليوم انا كنتاخذ واحد الاجراء اللي هو محدود جدا، ولكن التوجه ديالي خصو يكونوا المغاربه عارفينه، وهو انه نمشيو باش نحيدوا صندوق المقاصه. غير بلاتي نكمل لك، نحيدوا صندوق المقاصه ماشي نحيدوا الدعم للفئات الفقيره، بالعكس حنا هاد 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 الحكومه يعني الهوى ديالنا فيه جوج ديال الامور. الاولى نسهلوا الاستثمار على المستثمرين، فاسيل كنقولها بالفرنسيه فاسيليتي لا في لونتربريز، باش يكون الاستثمار ويوقع. ولهذا اول ما عملت دخلت في اتصال مع الرئيس ديال المقاولات ديال المغرب سي حوراني، وعاوتاني راني على اتصال مع السيده مريم بن صالح باش نعملوا الاجراءات اللي ترجع الثقه واستدعينا المستثمرين الخارجيين. ما تقدرش تصور شحال ديال الناس استقبلت، ولكن استدعيناهم جاوا لهذا المكان 220 مستثمر فرنسي. درنا لهم نهار اول مره جا ذاك الرقم للمغرب، وكنحاولوا نعطيو صوره باللي الحمد لله المغرب من بعد مقطع الاشكاليه ديال الربيع العربي والحمد لله خرجنا منه بسلام، والله سبحانه وتعالى وفق الملك ديالنا في الخطاب ديال 9 مارس والدستور والضمان ديال النتائج ديال الانتخابات ديال 25 نوفمبر اللي جابت الحكومه اللي كانت تشرف يعني بالرئاسه ديالها. يعني بعد ما قطعنا هذه المرحله هذه استطعنا الحمد لله نعطيه صوره في الخارج، واليوم هذا الشيء موجود. غير ديك النهار دوزتي وانتم ولا انتم ما عرفتش ابو ايوب في ايطاليا كيجمع رجال الاعمال الايطاليين يثنون على المغرب ويثنون على التجربه ديالو، ولان داك الشيء ماشي غير سياسي كذلك اقتصادي، خصنا نقولوها حيت هما عندهم مصلحه فينا. انا نقول لك استاذه بلاتي كل شيء عنده مصلحه في كل شيء، خاص المغاربه يفهموا باللي راه ما يمكنش يدوز الربيع العربي بسلام ونبقاو اقتصاديين بحال اللي كنا. اللي كان كياكل مزيان غيبقى ياكل مزيان بحال قبل، واللي كان ما عنده والو ما عنده والو. لابد ما نبذلوا واحد المجهود باش نديروا شي شويه ديال التوازن، باش كل واحد يلقى شي بركه في هذه البلاد هذه باش يعيش. انا نقول لك لاله فاطمه، المراه اللي كيموت عليها الزوج ديالها شنو وتيخلي لها ثلاثه ولا اربعه ديال الدري، شنو المصير ديالها؟ ضياع. احنا هذا الشيء ما بغيناهش يبقى في هذه الحكومه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه المراه ما نقدروش نعطيوها باش تعيش 100%، ولكن نساندوها واحد شي شويه. غير سيدي نكمل لك. متى لا هذا احنا غاديين. شتي القضيه دابا ديال المراه اللي مطلقه باش يعرفوها العيالات اللي مطلقات، والراجل ما تيخلص لهاش النفقه، راه يمكن لها دابا راه احنا رصدنا 160 مليار درهم 160 مليون درهم باش تاخذ واحد لابونسيون تقدر توصل حتى ل 21000 ريال. تمشي راه دابا 6 ديال الملفات تحطوا في وزاره العدل، لانه الميزانيه يلاه دازت 6 ديال الملفات تحطوا في وزاره العدل، راه غادي يعلنوا على داك الشيء في التلفزيون، والنساء اللي عندهم هذه الوضعيه هذه كيطلبوا منهم واحد العدد ديال الوثائق ويجيو. هذا الشيء اللي تنقول لك انا عليه راه تنفكروا باش نعملوا في اسرع وقت، وتنقلبوا على الاستراتيجي. لانه كيفاش غدير؟ نعطيك على سبيل المثال دابا البوطاغاز دابا تتكلفنا 12 مليار ديال الدرهم. الا عطيت للمغاربه كاملين كلشي العائلات المغربيه بوطه في الشهر فابور، غتكلفني 6 المليار ديال الدرهم، وتبقى لي 6 المليار ديال الدرهم. واش الفقير كيستهلك اكثر من بوطه ديال الغاز؟ شكون اللي كيستهلك داك البوطات الاخرين؟ الناس اللي عندهم الامكانيات، الطبقات الغنيه. لا ماشي غنيه، ماشي غنيه، حتى انت داخل فيهم السي وصناع الحلويات وصناع المشروبات. دابا شوف حنايا غير نتفاهموا، واش هذا الصندوق هذا دار باش يصنع الحلويات؟ هذا الشيء غير جاوبني، واش ديك بوطه غاز
حنا درناها باش نصنعوا الحلويات. هو مبدئيا درناها ولكن ماشي غير تجي وتقول للناس البوطاكاز راه ما زدنا فيها تدرهم، وكان مقترح باش نزيدوا فيها شي حاجه ما زدنا فيها تدرهم باش ما نروعوش الناس. ولكن ملي غادي نحيد الفلوس وغادي نعطيهم للمحتاجين وغنبداو بعدا بالناس اللي تسجلوا في الرماد. الرماد راه 3 مليار ديال الدرهم، وتنجدد الشكر لجلاله الملك لانه هو اللي خدا المبادره هذا العام باش يعمو، باش ماشي رئيس الحكومه باش نكونوا واضحين. تنجدد الشكر لجلاله الملك لانهم اللي خدا هو المبادره الحكومه تبعت، لانه كيكون دائما شويه ديال التخوف حيت كان يلاه في الجهه ديال ازيلال. هذا العام ما غيكلفناش 3 مليار ديال الدرهم لانه دخلنا فيه معطلين وباقي يلاه يكلفنا مليار ديال الدرهم، ولكن تدريجيا غنوصلوا ل 3 مليار ديال الدرهم. الطلبه ما طلبوا مني حتى واحد المنح ديالهم. انا قررت طلبت من الاخوان ديال وزاره الماليه قلت لهم واش يمكن لنا نزيدوا للطلبه؟ قال لك يمكن لنا نزيدوا للطلبه 300 مليون درهم ابتداء من شهر اكتوبر. ما غاديش ياخذ تاشي طالب ب 4700 ريال بحال اللي كان غياخذ، القليل غادي ياخذ حوالي 450 درهم، وكل واحد غتزاد له 200 درهم تقريبا. فهمتيني ولا لا؟ الصندوق ديال التشغيل ديال الشباب عملنا فيه مليار ديال الدرهم واجراءات اخرى اجتماعيه يعني كثيره، وحنا غنبداو في هذا الشيء هذا بالناس اللي في المقاصه. علاش؟ لانهم مسجلين، ولكن خصهم لابد ما يكون عندهم حساب بنكي. لانه علاش؟ علاش؟ لانه ملي كدير الفلوس وكدير لهم لي زانترميديير دائما واش انت كتقدر تكون متاكد كيضيعوا في شي بلاصه؟ ما لا ماش ما بلا ما تتهم حتى واحد، ما تتهم حتى واحد، ولكن ما كيوصلوش. ماشي دائما ماشي دائما كيوصلوا. ولهذا حنا غادي نمشيو ملي جانا الجفاف رصدنا، كنا مستعدين نرصدوا 4 المليار ديال الدرهم، ورصدنا ديك الساعات مليار ديال الدرهم وزدنا مليار اخر، ولكن الله سبحانه وتعالى جاب الرحمه من عنده، وكذلك كنتسناو الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى في الامور الاخرى. اذا جاء الله وجاد عمر، الا جاب الله لقينا البترول ولا الا نقصوا الاثمنه ولا مالي انا اش بغيت نزيد على المغاربه لا درهم ولا شيء. سيدي بن كيران، كنظن بلي ان لو كان بيناتنا شي مواطن، السؤال اللي غيطلب منكم الالتزام ديالكم مع انكم تحميوا هذا المواطن في ظل هذه الدوره الكامله. لابد ما غادي يكون واحد المجموعه ديال الانتهاكات، كنظن بلي ان المواطنين غيبغوا ياخذوا من عندك التزام بانك غادي تحميهم وغادي تعمل القانون على الاقل، ما غتبقاش واحد النوع من المضاربات والزيادات في غير محلها. لا غنقول لك واحد المساله ديريها في البال ديالك، الناس اللي كيربحوا الفلوس ماشي كيدافعوا عليهم، اللي كيربح الفلوس بدراعه وبخدمته انا بالله العظيم الا فرحان له حياتي كلها. وانا فين ما شفت شي واحد زاد عليه شي حاجه وعرفتها بالخصوص كتجيب دراعه وخدمته كنفرح له. الناس اللي كيدخلوا الفلوس بطرق اما غير مشروعه او غير قانونيه او بانتهاز الشروط ديال المنظمه، باغي يقدرش عبد الاله بن كيران ينوض لهم في دقه وحده ويجمعهم وما نعرفش يدير لهم، ليس من الممكن. ولكن الاجراءات اللي كنتاخذوا باش نحاربوا الريع وباش نحاربوا الفساد وباش نحاربوا الرشوه، وهي كما لا يخفى عليك ثقيله. لماذا؟ لان نحن في الدوله، ماشي انا. واحد السيده جات عندي الباب ديال الدار عندها شي مشكل، قلت لها لا واش بغيتيني نحط كرسي وطبله هنايا ونبدا نحكم بيناتكم؟ قالت لي ما كرهناش. ما يمكنش على الدوله كاين الاداره. لا كنشكرك لان دزتي بينا المحور ديال الاقتصاد الريعي ومحاربه الاقتصاد الريعي وهذا. وبغيت غير نذكركم ونذكر المشاهدين الكرام بان تجاوزنا شويه يعني النصف ديال البرنامج باش يبقى لنا المهم اجي اليوم هذا اللقاء انا اللي طلبته وطلبته باش نشرح للمواطنين. باش نشرح للمواطنين علاش زدت عليهم 40 ريال في ليسونس وعلاش زدت عليهم درهم في المازوت. الا فهموا هذه وفهموا باللي داك الشيء عملته حيت الصالح ديال البلاد، وفهموا باللي حنا غاديين ومتوجهين في الاتجاه ديال الاصلاح ديال الصندوق المقاصه باش نرد التوازن للمجتمع. وانا نقول لك واحد القضيه، شتي المغاربه انت دابا السجام، الا قلت لك السجام انت الله يخليك بوطاكاز اللي كتشري في الدار انا غادي نزيد عليك فيها واحد القدر، وهذاك القدر هذوك الفلوس ما غندخلهمش لميزانيه الدوله باش الدوله تمعش ولا تشري طوموبيلات كبار، غادي نشدهم وغادي نعطيهم للناس المحتاجين. انا غنقول لك غتقول لي واش مشاكل المغرب كلهم غادي يحلوا ملي كتزيد على لا ما غاديش تحل، لا ما غاديش تحل المشاكل. ولكن واحد المراه مات ليها بلاتي، ذكرتي مجموعه واحد المراه مات ليها الراجل، واحد المراه مات ليها الراجل وخلى ليها 4 ديال الدراري ولا 3 ياك، واش ما عندها والو حسن ولا نعطيها 500 درهم في الشهر حسن؟
على الاقل نضمن لها الحد الادنى من الامور الضروريه. طبيعة الحال انا ما نقدرش، ما كاين هذاك الرزاق هو الله، ولكن انا كنمشي في هذا الاتجاه والامور في الذهن ديالي واضحه. ونقول لك واحد القضيه، انني يعني استعجل المعاونين ديالي، وهم بطبيعه الحال لانهم كيعرفوا شنو هي الاشكاليات كيقولوا لي السي بكير خصنا هادشي ندرسوه ونقدوه. ورحنا التقدير ديالهم اننا في سبتمبر ان شاء الله الرحمن الرحيم غنعملوا واحد الندوه، وبغيت ننوه بالندوه اللي عملها اللي عمل مجلس المنافسه واللي دارها على المقصه، واللي جاب احصائيات، جاب احصائيات تيقول فيها باللي الناس اللي عندهم الامكانيات كيستافدوا من المحروقات 6 المرات اكثر من الناس اللي ما عندهمش الامكانيات، وكيستافدوا من كيستافدوا بصفه عامه 5 ديال المرات من صندوق المقاصه اكثر من الاخرين. اذا هذا اختلال، وهذا الاختلال خصنا نعالجوه، وما غاديش نضمنوا لكل مواطن بعاود نخربق عليهم انا بحال اللي تقال لهم شي وقت بانه غيبدا كل مواطن يفيق يلقى تحت من راسه 6000 ريال في الشهر. لا هذاك ريع، لا ما نقولش هذه الهضره هذه. ولكن اللي ما عندوش ما لانه علاش دارت في الاسلام الزكاه دارت لانه كاين اللي كيخدم كيديباني راسه تيربح بزاف، وكاين اللي كيخدم وكيربح شي شويه، وكاين اللي ما عندوش. المرأة دابا إلى ما عندهاش الوليدات وكبرات، المعاق دابا المعاقين تيجيو لعندي الله يسمح لهم، تنطلب منهم لأنه راه كنعجز كيجيو تنحشم ما تنعرف باش غنواجههم. البعض منهم ذاك الطفل المعاق، اليوم المعاق شحال هذه كان معاق والسلام، اليوم المعاق يكلف 400 500 درهم على الأقل في الشهر ديال الدواء. هذاك الطفل المعاق واش ما تساعدش الوالدة ديالو؟ هذيك المرأة اللي قلت لكم قبيله، المرأة المطلقة راه حنا درنا لها الانطلاق. إذن هي ثقافة تضامنية. هي ثقافة تضامنية، وهي واحد القضية. ما تنقولش حنايا باللي حنا اللي درنا هذا الشيء بوحدنا، هاد وهي حتى في المغاربة. غير بلاتي الثقافة التضامنية راه. الحمد لله لو كان ماشي الثقافة التضامنية كاينة كون راه النص ديالنا في الزنقة. السي رئيس الحكومة. دابا كتلقى في العائلة ولد خدام. وخمسة ولا ستة ديال الناس ما خدامينش، طبعا ما لقاوش. سي بنكير، ولكن الصدقة ماشي سياسة، علاش هاد الفئات اللي تكلمتي عليهم؟ الصدقة هذه ماشي صدقة. الفئات كلها اللي تكلمتي عليهم ربما الإدماج ديالهم والتأهيل ديالهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لعوض شنو ما عملتي كيبقى لك فئة اجتماعية ما عندها والو. واش مرأة عندها 80 عام غتقول لها نوضي نقلب لك على شي خدمة تصوري بها شي 400 درهم؟ لا، كاين فئات أخرى هشة اللي ربما خصها التأهيل وخصها هذيك ضروري وهذيك من خلال تشجيع الاستثمار. فهمتيني ولا لا؟ وأنا بغيت نقول للمواطنين واحد العدد ديال الإجراءات اللي عملناهم من أجل تشجيع الاستثمار. فهمتي ولا لا؟ قبل ما تلقى السي مكين تفضل تفضل وضح لي واحد النقطة. قلتي شي إجراء غتربحوا منه 5 مليار ديال الدرهم، فيه واحد النوع إلا فهمت شي إجراءات تقشفية في الحكومة في التسيير والإدارة وهذا، واش ممكن تفصلنا شوية في هذه الإجراءات؟ هذا ملي تبغي التفاصيل ديالو عيط على وزير المالية، أنا ما عندي حتى شي مانع. حيت كان اللي كيطالب كاع بتخفيض أجور الوزراء نسبة بدول حداها. خليني نقول لك واحد القضية، أنا التخفيض ديال الأجور ديال الوزراء تطرح عندنا في الحزب. أنا ما تنبغيش ندير للناس المسرحيات. تخفيض ديال الأجور ديال الوزراء ب 10% ولا 20% ولا 30% غادي يوفر. أنا كنتكلم معاك على الدولار ديال الدرهم. فهمتيني ولا لا؟ الوزراء اليوم الناس تيقولوا بلي كيشدوا 8 ديال البلاين كيكذبوا. الوزراء اليوم كيشدوا واحد التعويض على السكن فيه 15000 درهم، وتيشدوا واحد الاجره تقريبا 42 الف درهم او 43 الف درهم. هذه هي الاجره ديال الوزراء اليوم. يمكن لي ولكن باقي ما يدار في المعقول، فهمتي؟ في لي غوند صوم، فهمتيني ولا لا؟ اللي تيمشيو هنا وهنا باقي ما يدار ملي نوصل. وذاك التقاعد اللي كيبقى الوزراء من تقريبا من الاستقلال. غير بلاتي غير بلاتي ملي نوصل غير بلاتي. لا ماشي من الاستقلال، لا ملي نوصل. انا نقول لك ملي نوصل باش نقص من الوزراء، راه كاين الناس كيشدوا اكثر من الوزراء 2 3 المرات. انا الاجره ديالي الا حيدت التعويض عن السكن 50000 درهم، رئيس الحكومه ب 50000 درهم. وحنايا دابا هذه راه اشكاليات اقتصاديه ما تيجيش ليها الانسان. علاش؟ لانه ملي تتبغي تسير واحد المؤسسه كبيره، واش غادي تجيب الرئيس ديال المؤسسه كبيره وتقول له نعطيك 50000 درهم؟ انا تنشتغل في هذا العمل حيت هذا مسار ديال الحياه ديالي سياسي،
هو راه كان خدام في شركات اخرى كيعطيو 10 12 15 مليون. فلهذا وحنايا ما يمكن ليناش نجيبوا للمؤسسات ديالنا ناس اللي ما عندهمش الكفاءات، خصنا ناخذوا لي ميور اللي كاينين في السوق، لانه المؤسسات ديالنا هي مؤسسات ديال الدوله وديال الشعب وفيها اموال كبيره، فكاينه اشكاليات. واما القضيه ديال الوزراء وقولوا علاش ما تقولش لي الموظفين، علاش ما تقولش لي حيد لهم 600 درهم اللي عطيتيهم السنه الماضيه. كان دعوا على الوزراء السابقين اللي مازال وهذا الشكل من اشكال الريع وكيزرع القضيه. الوزراء السابقين وزراء السابقين الحسن الثاني الله يرحمه كان بلغوا الخبار على وزير وصل لدرجه انه اصبح يعني في وضعيه فدار لهم واحد التقاعد، ولكن اللي ما كيربحش فيهم دار لهم واحد التقاعد. بحال دابا انت مثلا كتربح 10000 درهم كتجي كتقول انا كنربح 10000 درهم زيدوا كملوا لي تنوصل لهذاك التقاعد. ما كنعطيهمش كله، وبزاف منهم ما تيجيوش. شوف بزاف منهم يعني تيستحياو وما تيجيوش ما تيطلبوش، والبعض فيهم تيجيو. وهذه القضيه هذه لا اخفيك هذه من الامور اللي انا تنفكر فيها، لان شكل من الريع لا ماشي الريع لا اسمح لي، واحد الانسان وزير بغيتي غدا تلقاه غارديان عاوتاني ماشي معقول. لا ولكن ولاني شويه يعني غير شويه يخص يكون فعلا هذاك. ما يمكنش واحد الانسان وزير غدا تلقى غارديان ديال الطوموبيل اكرامه مع خدمات، مع انه انا ما عندي حتى حاجه ضد الغارديان ديال الطوموبيل، ولكن الانسان ما تيولي وزير حتى كيوصل 40 50 60 عام يكون الانسان اليوم وزير وغدا. راه هذا الشيء وقع ماشي غارديان ديال الطوموبيلات، ولكن الحساس اصبح في وضعيه مزريه صعبه وصافط هاد المسائل هذه هي قرارات لا تراجع هكذا. هذه قرارات تراجع مع من يهم الامر بالاحترام اللازم والتقدير اللازم. وشوف دير في البال ديالك ان هذه القضيه هذه انا مشغول بها بحالك وشاطنا لي البال ديالي بحالك انت. طيب قرر اكرام الناس الذين اسدوا الخدمات كيبقى من كرم المجتمع على كل شوف لالا انا غنقول لك انا ملي جيت لقيت هذا الشيء هذا وما غاديش نوقفه، ولاني غنحاول الا كان من الممكن تدرج يكون داك الشيء لا يكون داك الشيء ينقص شويه ينقص تقنين ينقص واحد الشيء شويه باش عاود ثاني هكذا وهكذا. سي عبد الاله بن كيران جبنا الموضوع ديال الريع، مجموعه من الملفات تم النبش فيها وتم الكشف عن مجموعه من الحقائق ما كانش كيعرفها الشعب المغربي. ومازال رحنا غير حابسين داك الشيء. شنو غنتظروا من المفاجأة؟ لا انا نقول واحد القضيه عليك كمال الله. شوف حنايا القضيه ديال الكريمات علاش اللي خرجنا اللائحة؟ أنا واحد النهار كنشوف في التلفزيون ما عرفتش القناة الأولى ولا الثانية وشي واحد كيسول شي نائب برلماني ديالنا فهمتيني ولا لا، تيقول له علاش ما تخرجوش اللائحة ديال الناس اللي كيستافدوا من الكريمات؟ قلت أنا واحد كيستافد من الكريمة وأنا نخبي عليه علاش؟ واش هذا الشيء اللي كيدير ماشي قانوني؟ عيطت على السي رباح قلت له شوف خرج اللوائح ديال 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 وما تبقى من اللوائح بلاتي غير صبر اللوائح ديال الكريمات غير بلاتي دابا غير كانوا واجدين قبل وقيله لا هما طبعا لا اللوائح دائما واجدين ولكن الاصلاح ديال الكريمه منع هذا السي غلاب باش انا ما تيضرنيش نعترف بالناس اللي سبقوا الدوله هي الاستمراريه لا ما تيضرنيش نعترف بالناس اللي سبقوا والاعمال اللي داروا الحمد لله ما كاين حتى مشكل حاجه ديال الخير حنا شركاء فيها ولهذا هذه القضيه هذه من بعد ما خرجناه ناض الصداع ناض الصداع كتعرف في السياسه لا درتي شي حاجه وناض الصداع كترجع علاش كترجع ماشي كتراجع كتقول ياك ما درت شي خطا طريت لا ياك ما درت شي خطا كيفاش ندير باش هذا الشيء هذا نمشي فيه راس السي رباح ماشي وقف من ذاك الوقت لدابا النقل المدرسي راه حل الاشكال ديالو، النقل ديال السياحه حل الاشكال ديالو، دابا النقل المزدوج اللي كاين في البوادي راه عنده توجيهات لانه كان عنده شركاء فيهم شركاء منهم وزاره الداخليه، انا قال لي السي العنصري السي عبد الاله يتصرف يدير داك الشيء اللي كيشوفه صواب، والمسائل الاخرى غاديه تدريجيا. هذه القضيه ديال الكريمات شنو هو اللي لقينا؟ لقينا حنايا دابا مستعدين باش نحلوا هذا المشكل، انه الناس عندهم الكريمات وكيستافدوا. هاد الكريمات والاستفاده ديالهم منها حوالي 4000 في الكيران وحوالي 130000 ما قدرناش نحسبوا الطاكسيات ولكن الناس اللي عندهم البيرمي ديال الطاكسي. فبغينا هاد القضيه ديال الكريمات نحيدهم، كنفكروا كيفاش غنديروا نعوضوا هاد الناس. لان علاش؟ لان هذاك المنقل النهار اللي غادي تولي ما تيخلصش الكريمه وما تيخلصش الحلاوه وما تيخلصش داك الشيء طبيعيا هو غادي يرتاح ماديا وغادي
وهذا الشيء هذا ولكن كيخصو يتدرس. رحنا كندرسوه وفي الوقت المناسب. في انتظار ذلك جاو عندي الاخوان ديال التجهيز والنقل وقلنا هاد 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 الزياده اللي زدنا في المحروقات الى هداهم الله هاد الاخوان النقاله وما زادوش وبغينا حنا نديرو معاهم خصنا نديرو معاهم شي اجراءات باش يحسنوا لو بارك اوتوموبيل ديالهم ولا لي كاميون. انت ولا راه لي كاميون الدوله كتعطي فيهم 15 مليون لكل واحد بغى يشري كاميون جديد الاسطول وكتعطي 4 ولا 5 ديال المليون لكل واحد بغى طاكسي. طبعا هذا الشيء هذا تعكس واحد شويه حيت كتعرف الاداره ملي كتخرج شي اجراء وتيتعكس توقف لك الفلوس ديالو موجودين وحنا مستعدين ندخو شي شويه اكثر لان هذاك مرتبط بالسلامه ديال المواطنين مرتبط بواحد العدد ديال الامور اللي فيها المصلحه ولاني تدريجيا وباتفاق مع 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 النقابات ديال 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 سميتو بطريقه فيها شويه ديال العدل لانه واش كيوقع ملي كتبدا تعطي كيقول لك شي واحد علاش عطيتي ما عطيتينيش انا علاش سبقتي هذاك ما سبقتيش الاخر الى اخره كتوقع اشكاليات ف يعني هذا الشيء هذا كله راحنا تنستعدوا باش نعالجوا ان شاء الله رحمه الله. ديال المقالع الرمال ماشي واش دابا واحد القضيه هذه المشاكل اللي تراكمت السي قول حسن خلال هذه السنوات الطويله كلها هذه الحكومه جات في 4 شهور غتصفي هذا الشيء كامل غتكون اشارات بعدا احنا غاديين هذه الاشارات كلهم لان مثلا هذه القضيه ديال الكريمات بدات تنشرت لوائح وتوقف الحديث على هذا. انا شرحت لك الدعم ديال الجمعيات السياسه بلاتي في السياسه اللي كان ملي خرجنا اللوائح ديال الكريمات صفق الجميع وقالوا لنا يلا تاكلوا عقلتي شنو كان وقع لنا فهمتيني ولا لا شنو دارت لنا الصحافه يعني واش درستوا انتم هذا القرار قبل ما تعلنوا عليه واش كان تواصل عليه واش شرحتوا للراي العام شوف غير اسمح لي شرحنا وعملنا ولكن واخا هكذاك في النهايه الاعلام راه اعلامات صحف وجرائد ومجلات واذاعات وتلفزيونات فهمتيني ولا لا وهذا احزاب سياسيه كل واحد كينظر للقضيه بطريقه سلبيه بسبب يهمه او لا يهمه فقلنا باللي هذا الاجراء هذا اولا ما نزيدوش نخرجوا الاخرين ماشي بهذه السرعه هذه واخا راه الاخوان كيلحوا عليا باش نخرجوا ديال المقالع الرمال حتى هذه المره هذه نوجدوا لانه ما يمكنش دابا واحد الانسان عنده كريمه ياك كيدخل منها 50000 ريال تحيدها ليه وتقول له سير كب الماء على كرشك زعما هذا هو الاسلام ولا مثلا كيدير شي تنقل في شي منطقه اللي هامشيه ما يمكنش توصل هذا الدواء بوسائل لا ولكن اللي عنده 5 د الكريمات ديال الطاكسيات ماشي معقول اللي عنده 7 د الكريمات ولا اللي عنده كريمه كيدخل فيها 6 ديال المليون فالكريمه دارت باش تساعد الناس اللي ما عندهمش الامكانيات هذوك اللي ما عندهمش الامكانيات راه نطلبت من الاخوان ديال التجهيز يعملوا لي يعني الاحصاء ديالهم وبالضبط شنو هو تيدخلوا من داك الشيء باش نشتغلوا عليه باش نعوضوهم هذيك ما غنعوضوهمش وعلى الاقل الى نهايه هذاك الوقت ديال الكريمه وديك الساعات غادي نحرروا هذا القطاع لانه شوف الاشكال ديال المقصه كاين واحد الهدف فيه ما قلناش وهو التحرير ملي غادي تحرر الاسعار غترجع الامور للطبيعه ديالها لانه ملي كتدخل الدوله كتقول لي عطيت القول حسن 10 كيلو السكر رد لي الفلوس السي عبد الاله اش كتجيب لي هذيك الجهه كتجيب لي ورقه كي غندير انا باش نضبط باللي هاد خاصني باش نعرف الحقيقه ديال الاسعار الحريه في الاسعار المنافسه بين المتدخلين الشفافيه تخلي الطبقات الفقيره امام يعني قانون السوق هذاك الشيء اللي كنعطيها دابا وما كيوصل لهاش غنبدا نصيفطوا ليها مباشره وكاينه الصعوبه في التحديد ديال هذيك العينه لانك كاينه دول مثلا كاينه صعوبه كل شيء كاين فيه صعوبه كاين صعوبه في تحديد من يستحق نقول لك واحد القضيه نقول لك واحد القضيه قررنا باش في الاول غادي نتساهل كل من قال بانه فقير وجاب الوثائق اللي كتبت داك الشيء ديالو فهمتيني ولا لا ما غاديش نزيرو معاه نشوف حسن النيه في الاول لا دائما وغادي داك الشيء داك الناس اللي غادي يبداو ياخذوا هذاك المساعده غادي يتنشروا في دي سيت انترنت وغادي يعرفوا لا شي واحد كيتعرف باللي شي واحد ماشي هو هذا كيقدر يعني يتصرف وتقدر تبدا تكون المراجعه من بعد في النهايه ماشي مشكل كبير واش فهمتيني ولا لا واحد الانسان الا خدا الاساسي هو المحسسه للاشياء المستقبليه في الاخر غنوصل لواحد لا ريغولاسيون واخا توصل لديك لا ريغولاسيون غيبقاو شي وحدين كيديو لك بلا ما يستحقوا ولكن الاغلبيه غادي يكونوا كيستحقوا غنمشيو سي عبد الله بن كيران لمساله التشغيل كان قرار جريء انكم قلتوا التشغيل المباشر غير قانوني لكن الان الناس كينتظروا متى فتح المباريات ثم ما الضمانات لضمان مباريات شفافه ونزيهه
لا غير واحد القضيه فاطمه، انا بغيت غير نسولك، انا هذوك الاخوان اللي كانوا كيجيو كيطالبوا بالشغل بدون مباريات، شو هو الاساس علاش غنبني؟ باش نعطيك العمل بدون مباراه. انت جيتي للبرلمان تتحتج، واحد اخر ما قدرش يجي ولا ما بغاش يجي، نعطيك انت وما نعطيهش هو؟ هذا الاساس الفلسفي والفكري غير موجود. طبعا كان عندهم محضر مع الحكومه السابقه، ولكن انا الحكومه السابقه خلات لي محضر وخلات لي قانون، وكاين دستور، الدستور تيلزمني باش نعطي الوظائف بطريقه متكافئه بين المواطنين. باش غنعرف من غير الا درت، من غير الا درت المباراه؟ دابا شنو هي الضمانه؟ انا نقول لك واحد القضيه استاذ، الاساس في الدول هو الثقه. الى هاد الناس لقاو، لانه واحد الوقت الصحافه كذبات، قالت ولد السي عبد الله بها وزير الدوله توظف بطريقه غير مباشره. بعض وسائل الاعلام، بعض ماشي الصحافه كلها، بعض الصحافه لا لا، وفي الحقيقه صحيفه ولا جوج. بعض دابا انا تنعتذر، لانه قلت يعني قالت ولد السي عبد الله بها عنده ولد واحد في السن ديال التوظيف، فهمتيني، ولا هو محامي ماشي موظف كاع، وقالت مرات السي مصطفى الخلفي وزير الاتصال توظفت بطريقه غير مباشره، وهي توظفت بالمباراه في 2008 باش تعرف. الا لقاو هاد الناس باللي وظفت شي واحد من العائله ديالي، ولا وظفت شي واحد من الحزب ديالي، ديك الساعات انا نقدم الاستقاله ديالي. هذه قلتها امام الغرفه الاولى ومازال نقولها. كان البارح بلاتي نكمل لان ما بقاش الوقت، غير باش نذكرك باقي لنا 4 دقائق بالضبط، 4 دقائق باقى واحد النقطه في العلاقات. لا ولكن الضمانه اللي عندي انا هو انه عملت لجنه، راني موقف دابا التشغيل، موقفه حتى ديك اللجنه اللي كيترأسها السي عبد الله بها تعمل مع مجموعه ديال الوزراء، تعمل كيفاش غادي يكونوا المباريات افضل ما يمكن. وهذا القرار هذا انا ماشي تنتخذه باش نفقد الشعبيه ديالي، ولا انا ضد دوك الاخوان المعطلين، هذوك راهما ولادي وخوتي، وبزاف منهم راهما اما متعاطفين معايا ولا من الحزب ديالي، وتيتلاقاو تيقول لي سنكر احنا صوتنا عليك، ولكن راه صوتوا عليا باش نعمل واحد الحاجه لمصلحه البلاد والدوله، ماشي صوتوا عليا باش اليوم نوظفكم. وهذا الشيء هذا غادي يحل المشكل، غندوز انا واحد المرحله صعيبه، غادي تاثر الشعبيه ديالي وديال الحزب ديالي، ولكن المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم صافي غيتحل هذا المشكل، غادي يوليو المغاربه كيعرفوا باللي الا بغيتي، لانه ملي كنا كنديروا التوظيف الغير المباشر وكان جيوا اللوائح اللي جاوا لنا في البرلمان، شحال تيكون فيهم؟ 500 600 ألف من بعد الاخرين اللي دازوا، منين جاوا؟ وكيفاش جاوا؟ واش نتهموا الناس؟ انا ما تنبغي نتهم حد، ولكن صاص الراجح انه ما ملي كندير المباراه كيكون داك الشيء على عيني كمن عندي، وتنطلب من هاد الاخوان الا بغاو هاد المباراه هادي يديروا ممثل ديالهم فيها انا قابل. ضمانا لمزيد من الشفافيه. وهذا وجد بالاله بن كيران. كاين شي جديد السي بن كيران على الانتخابات الجماعيه المقبله؟ لا الانتخابات الجماعيه المقبله لا كان شي واحد خصو يكون مزروب عليها، راه هو العداله والتنميه. لانه يلا دزنا من الانتخابات جبنا فيها 27%، جينا فيها الحزب الاول، ولكني ملي جينا ملي دوزنا المراحل الاولى ديال الحكومه وكنا مشغولين، هل قانون الميزانيه ديال الميزانيه، هل 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 القانون ديال المناصب العليا، الى اخره الى اخره، لقينا راسنا ملي جبدنا الموضوع ديال الانتخابات امام اشكال. ما هو هذا الاشكال؟ الجهويه نص عليها الدستور، والجهويه فيها يعني قانون مهيكل للدوله جديد، الجهات غتبدا يكون عندها صلاحيات خاصه بها، ويكون عند الدوله صلاحيات مركزيا خاصه بها، ويكون عندهم صلاحيات مشتركه. هذا الشيء هذا واش غير نجي نديرو ونبدا نكتب، ولا خصني نفكر؟ كاينه لجنه خدمات على الجهويه من قبل، ولكن لنا باترونشي في بعض الامور. مثلا واش ندير 12 الجهه اللي قالت لي اللجنه، ولا نخلي 16 الجهه اللي كاينه دابا، ولا نمشي في اتجاه جهات اكثر، ولا لان اللجنه ما لزمتنيش. لقينا راسنا خصنا 30 نص قانوني باش نديروا الاجراء، باش نديروا الانتخابات من بعد ما نصفيو من بعد ما نصفيو الورش ديال الجهويه.
الا كتعرف شنو هو القانون وشنو هي المراحل اللي كيدوز منه في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري ويمشي للبرلمان بالغرفتين ويتصادق عليه الى اخره، غتعرف باللي ليس من الممكن. وانا نقول لكم بكل صراحه، انا هضرت مع جلاله الملك في الموضوع، قلت له نعم سيدي راه لا يمكن نديروا الانتخابات في الاجال ديال ديسمبر 2012، لا يمكن. ولهذا احنا مضطرين باش ندفعوا هذيك الانتخابات. غتقول لي واش كاين شي تاريخ؟ غنقول لك انا بالنسبه لي ما كاينش تاريخ، غير في داك السي العنصر. السي العنصر، السي العنصر عنده واحد التقويم ديالو تيقولوا داخلي، تيقول يا ودي يونيو 2013 تيقول. ولكن انا ما بغيش نعطي وعد للمغاربه نقول لهم من هنا. ولهذا انا بغي نقول دابا للجماعات نوضوا تخدموا، ما تبقوش كتنتظروا الانتخابات. ملي اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، نوضوا تخدموا دابا. وملي تجي الانتخابات ديك الساعه تدير بحسب. واما واش العداله والتنميه الشعبيه ديالو من هنا لتما غادي يطيح؟ هاد الشعبيه الا كانت مبنيه غير على هاد الشيء، غير من هنا ست شهور ولا سبع شهور غادي تمشي، غير تمشي. سيدي عبد الله الكيران، قانون التعيين في المناصب العليا كيطرح مره اخرى المشكله ديال المناصفه، النساء الحقوقيات والجمعويات والمناضلات كيتشكاو. شنو كاين الجديد؟ اول بدا قبل كل شيء حتى النساء العاديات، انا مازال انا لا، النساء العاديات فرحانين وعجبهم الحكومه وبلاتي وغير بلاتي، لانه في الحكومه عندنا امراه وحده فهمتي، وهذا صحيح. واخا انا رئيس الحكومه ماشي هو المسؤول بوحدي، ولكن انا مسؤول على هذه القضيه. العمال امراه وحده بلاتي، والعمال امراه وحده، العمال الولاد 40 عامل امراه وحده، هذا صحيح. ولكن هذا الشيء لا فاطمه باش يتوجد شنو تيخصو؟ تيخصك توجد مثلا لمشي دابا للطب، النسبه ديال بعد هذا العام البكالوريا 47% ديال البنات، النسبه ديال الطبيبات وديال المعلمات اكثر من ديال الرجال، غادي نلقى بسهوله. الاحزاب السياسيه اللي لعبت عليا هذا الشيء، هي واجهتها قلت لها شحال ديال العيالات اللي علاش؟ لانه ما خديتيش الاحتياطات القانونيه من قبل. فهذا الشيء هذا غادي يجي في المغرب ديال المناصفه، ولهذا الدستور نص على السعي نحو المناصفه. غادي يجي علاش؟ لانه لي بوست رجال السلطه. واش غير غنجي ونشد العيالات نديرهم تما بزز؟ لانه من هذا التعديل الاخير اللي عملنا كان التوجه انه يكون من داخل من داخل من داخل المنظومه، من داخل الجهاز. وفي داخل الجهاز كاين النساء في المستوى هذا هو الحق، ولكن ماشي كثار. ودونك غادي يجي دابا اللي كاين مستقبلا غيكونوا طبعا، علاش ما يكونوا في المستقبل قريب يعني قريب قريب ما بغيتي تعيني ناخذ منك التزام. انا شوف انا نقول لك واحد القضيه، انا ما تنبغيش نلعب. المناصفة كاينة في الدستور، أنا سوف أسعى إليها ما استطعت، ما استطعت، وخصوصا غير باش ما يبقاش هذا الصداع، ما استطعت نعين النساء. ولكن ما تجيش تقولي لا فاطمة عين امرأة بلاصة راجل على حساب الكفاءة. لا، لابد من الكفاءة. أنا نقول لك الكفاءة يكونوا متساويين نعين امرأة، تكون قريبة منه نعين امرأة. سبب كلام اسمه يكون فرق بيناتهم كبير، راه هذه مسؤولية. لأن المهم عند المغاربة ماشي واش امراه ولا راجل، واش كيدير، واش ناجح العمل. ناجح اذا فهمتي ولا نقول لك واحد القضيه، الا كان علاش لقيت العيالات انا فهمتي ولا في المستوى ماش بغيت الرجال كاع، ندير انا العيالات فهمتي ولا نخلي الرجال وما يطالبوا المناصب. سي بنكر واحد السؤال اخير وفي شويه شخصي، يلا قول. سي عبد الاله بن كيران، من بعد يعني تقريبا اربع شهور رئيس الحكومه، شنو ابرز حاجه تغيرت بالمقارنه مع سي عبد الاله بن كيران زعيم ولا الامين العام ديال الحزب المعارض؟ واش غنقول لك؟ ما تقريبا ما تغير في الحياه ديالي والو، ربما يعني الكرافطة هي اللي وليت كنديرها باستمرار وولفتها، ما نخبيش عليك دابا ولفتها كي شي حاجه اخرى. اش غنقول لك؟ ما نعرف، كنا غنقلبوا على سي عبد الله بن كيران بالكرافط، غنقلبوا عليه بلا كرافط. لا دابا ما غتلقوهش. شكرا جزيلا سي عبد الله بن كيران، نتمنوا نتاح لنا فرص اخرى يعني لتعميق النقاش سواء في نفس المواضيع ولا مواضيع اخرى. اشكرك جزيل الشكر، اشكر الزميله فاطمه البارودي من الاولى التي اتاحت لنا فرصه يعني تنشيط هذه الحصه. اشكر الطاقم كل افراد الاطقم التقنيه للاولى الذين سيروا طيله اليوم على توفير يعني كافه المعدات يعني سواء فيما يتعلق بالتصوير أو البث ديال هذا اللقاء المباشر مع السيد رئيس الحكومة. أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله. شكرا لكم جميعا.